الألم الثالث كان البوست اللي كتبه رؤوف جاسر، لأن البوست اللي كتبه رؤوف جاسر لم يكن قلما سالسا في حزب، وإنما يعني أقول لكم إيه، على فكرة كل اللي بيحصل أنا بسبق الناس بخطوة. يعني حتى النهاردة كتبت تويتة إنه هيطلع بيان غصب عنه بالجزمة، ما كملتش التويتة ساعة وراح طلع، بس كان أثبت له إنك أنت كذاب أشر. الألم الثالث كان قوي جدا من رؤوف جاسر، الكل اجتمع عليه، عبد الناصر عميل وبيكرهك، واخد بالك انت؟ طيب صديقك رؤوف جاسر التاني عميل وبيكرهك. بص يا سيدي، صديق العزيز ده رؤوف جاسر، هذا البوست من رؤوف جاسر اكد صحة كل كلمة بقولها للزملكاوية. بص صديقي العزيز، أنا ممن سعدوا وأملوا في المستقبل حين توليت ومعك هذه المجموعة المميزة. كنت أرى أن نادينا يستحق فترة نقاهة من أمراض العديدة التي تسببت فيها الإدارة السابقة، ومنها الوضع المالي السيء جدا جدا، وفساد الإدارة التنفيذية إداريا وماليا، وفساد معظم الأجهزة الرياضية، وتدني القيمة التسويقية لأحد أخبر ناديين في أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا الخراب الذي يعيش في إدارة العضويات وغيره الكثير. ده رؤوف جاسر مش عبد الناصر زيدان. بدلا من أن تتصدى مع هذه المجموعة المميزة لبدء العلاج لهذه الأمراض التي لا يلزم لمعظمها إلا البتر، أثرت أن تبقي الأمور على ما هي عليه، وأن تبدأ في الإعداد لنفسك للانتخابات القادمة. ده رؤوف جاسر مش عبد الناصر زيدان. ولما كانت الإدارة السابقة قد أدخلت على النادي ما يزيد عن 40,000 عضوية جديدة مشكوك في صحة معظمها، فبدلا من أن تتصدى لهذا الملف الذي يمثل خطورة شديدة على مستقبل نادينا، قررت فيما يبدو أن تجعله من الليل عشان نطلع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستكمل رؤوف جاسر كلامه وقال لك، بدلا من أن تتصدى مع هذه المجموعة المميزة لبدء العلاج لهذه الأمراض التي لا يلزم لمعظمها إلا البتر، أثرت أن تبقي الأمور على ما هي عليه، وأن تبدأ في الإعداد لنفسك للانتخابات القادمة. ولما كانت الإدارة السابقة قد أدخلت على النادي ما قد يزيد عن 40,000 عضوية جديدة مشكوك في صحتها، فبدلا من أن تتصدى لهذا الملف الذي يمثل خطورة شديدة على مستقبل النادي، قررت فيما يبدو أن تجعلهم سندا لك في الانتخابات، وفتحت قنوات اتصال مع الإدارة الفاسدة السابقة، الرئيس وابنه، واحتفظت بصوره القميئة على جدران النادي بلا مبرر، ظنا منك بالخطأ أنهم المحركون لهذه الكتلة الجديدة. هو موهوم، بعيد عنك يا كابتن رؤوف، هو موهوم. هذا بعض من كثير والتفاصيل قادمة، ومن الغباء أن يفترض الذكي أنه سيخدع الناس إلى ما شاء الله. ده رؤوف جاسر مش عبد الناصر زيدان، نفس اللي أنا قلته لكم من أسابيع. شوف لما ربنا يكون عايز ينصرك في كل مرة تكسب الرهان من الجميع. أنت صديق الثلاثة المقرب، وهو ما أستغربه، فلتجعل مثلك المحتذى حسن صقر بدلا من أن يكون كمال درويش أو حسن مصطفى. احترم الناس لشخصك، ومواقفك أفضل وأبقى من مناصب زائلة، خاصة ونحن في أواخر مراحل العمر. ده كلام رؤوف جاسر مش عبد الناصر زيدان. الألم ده ما كانش طبيعي،
ألم رؤوف جاسر ده ما كانش طبيعي ليا، لأن بعد ما خد الألم على اليمين راح رادد هاني شكري بألم أقسى منه على الشمال، وكتب هاني شكري عضو مجلس الإدارة نادي الزمالك السابق وأحد أهم أعضاء النادي، ونادرا ما يكتب ونادرا ما يتدخل، كتب يؤكد أنه على اتصال بالزلنطحي، والزلنطحي هو من يدير الملفات، وهذا الليبو ما هو إلا عروسة في الليلة الكبيرة، راجل مش أي 60-30 لازمة. فالألم ده كان ألم يعني دبل فيس زي ما بيقولوا، يعني ألم سد رد، خده من اليمين رد في الشمال على طول، ألمين في ألم. الألم الرابع بقى اللي هو موضوع المجلة واللي حصل له من المجلة وإجباره على أن يصدر هذا البيان القاسي. وأنا معاكم دلوقتي عمرو الدردير اللي احنا ياما حذرناه. بص يعني قبل ما اروح بس لعمر الدردير، بص انا كاتب التويته دي، كاتب التويته دي قبل البيان ما يطلع بساعات. بصوا، وصل التوبيخ على مستوى عالي للقائم على إدارة النادي بعد فضيحة المجلة وإجباره على إصدار بيان وتحذيره بأشد العبارات من استمرار سياسته الفاشلة وحقده على كل المنتمين للمنظومة الكروية. برافو، لأن هذه الأشكال الضالة لازم تتربى، والنادي هو من يدفع الثمن في الأخير. أو عمل لهم فيها أسد وفي الآخر ألف فار مزعور، كلهم كده، ولكن هناك حفنة ضالة بتصدر للجماهير إن الناس دي محترمة، والناس دي لا تعرف أي شيء عن الاحترام. بص دلوقتي وأنا معاك عمرو الدردير بيتواصل مع كل اللي شغالين في المنظومة الإعلامية والمجلة عشان يشيلوا الليلة المدير التحرير اللي صدر قرار بفصله، وكمان رفع مذكرة مجلس الإدارة ضد مدير التحرير. خليني أقول لكم بس التفاصيل. وأنا عايز أقول إن الأستاذ إبراهيم الديب مدير التحرير لا يتحمل المسؤولية وحده، ولكن إبراهيم الديب بينفذ السياسات، ولا يقدر إبراهيم الديب يعمل حاجة من غير إذن ليبو. ليبو العجيب اللي قلت لكم هيدمر النادي، محدش صدقني. ليبو العجيب الغريب اللي صدم الناس كلها وتحول إلى أمعة. لسه جاي لك في مصيبة كبيرة دلوقتي، لسه جاي لك في مصيبة كبيرة. دلوقتي الخطة كلها ان عمرو الدردير يعني للأسف تجرد من اللي انا اعرفه عنه وراح يشتكي ابراهيم الديب عشان يضحي بيه. النادي بيغلي والدنيا بتغلي. انا مش هقول لكم ايه اللي جه في البيان ولا ايه التفاصيل، خلينا نروح لعلاء حمام لان الموضوع ملتهب جدا وحالة من الاستياء في النادي. فجأة النهاردة كله قال لك عبد الناصر صادق، قال لنا الكلام ده من 15 يوم ما صدقناهوش، قال لنا الراجل ده أفاق ما صدقناهوش، قال لنا الراجل ده بيضحك عليكم ما صدقناهوش، قال لنا الراجل ده جاي يضرب بيانات عشان يتاجر بيكم ما صدقناهوش. أهو 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 الناس كلها النهاردة بتكلمني من النادي، ناس ليها زمان ما كلمتنيش من أيام الزلنطحي ما ساب النادي ومشى. انتوا عارفين الناس في الزمالك طيبين بتوع مصالحهم، يعني ما بيسألوش في حد. فدلوقتي افتكروا عبد الناصر زيدان تاني. قلت لهم لا، انا ما بحاربش الحد، انا نادي الزمالك عندي اهم من اي حد. النهاردة فوجئت لقيت ناس بتكلمني لها شهور ما كلمتنيش. او الله العظيم يا كابتن، وقلت لهم كابتن مين؟ ولا كابتن وانا ما كابتنش، انا ما بشتغلش الا لحساب حد، ولا حد يقول لا اقول. اللي عايز يعمل مداخلة يتفضل ويقول اللي هو عايزه. انا بطلت الليلة دي، انا قلت مش هشتغل لحساب حد،
أنا اللي يعنيني الزمالك، حسابات اسمها الزمالك، أنا والراجل الغلبان اللي معايا اللي على باب الله علاء حمام ما قلناش كلمة ضحكنا بيها على الناس. النهاردة اللي حصل في المجلة والبيان المخزي اللي طلع يؤكد صحة كل كلمة، اللي كتبه رؤوف جاسر يؤكد صحة كل كلمة، اللي كتبه هاني شكري يؤكد صحة كل كلمة، اللي قالوا الأعضاء اللي دخلوا معانا واللي لسه هيدخلوا يأكد صحة كل كلمة. النهاردة بيكلموني من على حمام السباحة بيقولوا لي حمام سباحة ايه؟ حمام سباحة ايه ده كارثة، وصوروا لي فيديوهات وصور والله العظيم ما أعرضها، مش هعرضها احتراما للزملكاوية، مش هعرضها، ومصورين لي الأماكن اللي فيها الأعضاء مزبلة مزبلة، لأنه بينفذ مخطط عايز يوصل الناس لمفهوم إن كان هنا واحد مخلي الدنيا زي الساعة. عماد بيه عبد العزيز ما شفناش على عهده كله، ده يا جماعة جاي مأجور، ده جاي وأنا مش هقول اسمه ولا يشرفني إنه أقول اسمه، لأن أنا خزيت فيه، أنا خزلني، أنا مش مصدق إن ده اللي نعرفه، مش مصدق إن الشخص اللي يخلي رؤوف جاسر صديق عمره قال له أنت مش صاحبنا، مش انت اللي نعرفك، اللي يخلي هاني شكري اللي قعد 3 شهور يعمل خطة انقاذ نادي الزمالك وفي مكتبه وعلى حسابه وسخر كل امكانيات شركته تحت رجلين هذا الرجل، وفي الاخر الرجل ده كان يرضي الزلنطحي وبتعليمات من الوزير باعه هاني شكري يوم الجمعة قبل المؤتمر ب2 3 ساعات. ماذا تنتظر؟ الحمد لله أنا اللي يعنيني، أنا مش في معركة مع حد، أنا اللي يعنيني الزمالك، ولا لي حسابات مع حد ولا مع حد ولا ضد حد. كل اللي بيحصل تأكيدا لانفرادات الحمد لله، وكل اللي قلته أنا وعلى حمام، وفعلا كنا محترمين جدا لما قلنا لن نذكر اسم هذا الرجل مرة أخرى. ليبو العجيب بتاع 3 ورقات اللي صدم الزملكاوية،